متأسيا بإمامي السجاد إذ قد عاش باقي عمره بعزائي، ما إن يقدم أهله ما إن يقدم أهله ما أن له خلط الدموع أسا بذاك الماء، ما إن يقدم أهله ما أن له خلط الدموع أسا بذاك الماء الماء. هذا زين العباد. بعد: وبباقر العلم الذي يبكي على أنات أشرف صبية ونسائي ونسائي. هذا باقر العلم. بعد: وبصادق القول الذي وبصادق القول الذي أوصى بأن تحيا مجالس عبرة وبكاء، وبصادق القول الذي أوصى بأن تحيا مجالس عبرة وبكاء. هذا صادق القول. بعد: وبكاظم الغيظ الذي في سجنه نصب العزاء لسيد الشهداء. عجيبة هذه الأبيات. إي والله، وبكاظم الغيظ الذي في سجنه نصب العزاء لسيد الشهداء. بعد: أوما سمعت بما جرى عند الرضا، أوما سمعت بما جرى عند الرضا إذ كان يعقد مجلسا لرثائي. أوما سمعت بما جرى عند الرضا إذ كان يعقد مجلسا لرثائي، فأهاج مكنون المشاعر دعبل. ليش؟ فأهاج مكنون المشاعر دعبل إذ مر فيه بلوعة الزهراء، فأهاج مكنون المشاعر دعبلون إذ مر فيه بلوعة الزهراء. أفاطم لو خلت، إي والله بلوعة الزهراء بالطف إذ رأت الحسين مجدلا ودماؤه سالت على الغبراء، ندبته صارخة وتلطم خدها. إذا للطمتي، ندبته صارخة وتلطم خدها وتصيح: واغوثاه وأبنائي. الله أوما سمعت بما جرى عند الرضا إذ كان يعقد مجلسا لرثائي، فآج مكنون المشاعر دعبل إذ مر فيه بلوعة الزهراء بالطف إذ رأت الحسين مجدلا ودماؤه سالت على الغبراء، ندبته صارخة وتلطم خدها وتصيح: واغوثاه 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 وأبنائي. بعد: والقائم المهدي يندب جده، والقائم المهدي يندب جده بدل الدموع
والقائم المهدي يندب جده بدل الدموع بكى بفيض دمائي. أيلام من يبكي الحسين بحرقته؟ أيلام من يبكي الحسين بحرقة ومصابه هو أعظم الأرزاق، ومصابه هو أعظم الأرزاق.